أهلا بك دكتور الوقت معنا. دكتور حسام، يعطيكم العافية. طبعا احنا تصادف الآن التزام النيابي المحيط في مستشفى كمال عدوان، وكنا نعمل في داخل قسم العناية المركزة. وللعلم يعني نحن نعمل في مستشفى صغير، تم دمج قسم الحضانة وقسم العناية في قسم واحد لعدم وجود إمكانيات ولعدم وجود مستلزمات طبية ولقلة الكوادر الطبية ولقلة الوقود. فنعمل في قسمين، أي يعني تم دمج قسمي الحضانة والعناية في قسم واحد. ونحن كنا نقدم الخدمة لأحد الأطفال عندما حدث هذا القصف المفزع. تساقط علينا الأرقف وتساقطت علينا النوافذ، وحتى الأبواب خلعت من مكانها، ويعني اضطررنا لترك المكان والهروب لمكان آمن لغرفة أخرى. الأمر فظيع، الأمر مخيف، يعني لا نعلم ما هو المطلوب، يعني ما هو مطلوب منا. يعني خدمة الأطفال، هل هذه هي جريمة حرب؟ يعني هو خدمة الإنسان، هي هذه تعتبر جريمة؟ ماذا يريدون مستشفى كمال عدوان؟ مستشفى كمال عدوان يقدم خدمة طبية في حين خروج أغلب مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة. أصبحنا المستشفى الوحيد اللي بيقدم خدمة الأطفال، النساء والولادة والخدج. الآن لدي الآن حوالي 14 طفل موجود في قسم العناية المركز، أغلبهم مشبوكين على أجهزة تنفس صناعي. في ظل العجز اللي موجود، في ظل عدم وجود كهرباء، وفي ظل التهديد إنه في أي لحظة ممكن محطة الأكسجين تقف عن العمل، يعني نوضع ما هو الحل؟ فوق ذلك نعمل تحت القصف وتحت الخوف وتحت الرعب، يعني ناهيك عن النازحين من النساء والأطفال دخلوا علينا الأقسام هربا من القصف. ما هو مطلوب؟ لا أعلم ما هو مطلوب منا. يعني ترك الأطفال، هل هذا يعني إذا تركنا الأطفال وتركنا المستشفى سيكون هو الحل في وجه يعني وجه الإسرائيلية لهذا المكان؟ لا أعلم ماذا يريدون. طول اليوم واحنا نحن نعمل تحت القصف، لم يقف القصف حتى دقيقة واحدة طول الوقت، ونحن نعمل تحت الخوف وتحت القصف وتحت الموت. كل أطفال الثلاسيميا وأطفال أمراض السرطان وأطفال الكلى وأطفال القلب، في ظل خروج أغلب المستشفيات نحن الوحيدين اللي بنقدم هذه الخدمة، ماذا يريدون منا؟ في كل مكان على وقت المستشفى تشم رائحة الموت، الجثث موجودة في ساحة المستشفى. في بعض الحالات يعني إحنا طبقنا نظام المفاضلة، من يعيش ومن يموت لعدم وجود إمكانيات ولا عدم وجود أي شيء يعني يمدنا، يعني حتى نستطيع أن نقدم خدمة صحية لأبناء شعبنا. نعمل بتعب، نعمل تحت الخوف، نعمل بكوادر شبه منهارة وعدم وجود مستلزمات طبية. أنا هل تواصلتم دكتور أو تواصلت معكم أي من الجهات المعنية فيما يتعلق بالشأن الصحي، منظمات دولية؟ المخول لم يتصل بنا أحد ولم يتواصل معنا أحد، ويعني بصراحة نشعر بأنه الكل تخلى عنا، تخلى عنا القريب وتخلى عنا البعيد. ولا أعلم ما يعني أين حقوق الإنسان وأين منظمة حقوق الطفل، أين حق؟ أنا لا أعلم، يعني والله يعجز الكلام عن وصف ما أتحدث إليكم. نحن نعيش لأهوال يوم القيامة، لا نعرف. الناس مساكين يخرجون من قسم إلى قسم خوفا من القتل. المرضى موجودين على مختلفين عن الأرض، بعض منهم الآن بعد ساعات سيتم إعلان وفاتهم، لأنه ليس لدينا أي تخصصات مثل العظام وجراحة الأوعية الدموية وأطباء العناية المركزة. دم ما فيش قسم المختبر المتهالك، يعني نعمل في ظروف صعبة جدا جدا جدا. والله القلب يعتصر ألما عندما ترى في الوضع الطبيعي هؤلاء الحالات ممكن أن تقدم لهم خدمة صحية، واليوم لا تستطيع أن تقدم لهم أي شيء، وتنظر إليهم وتنظر إلى عينهم وكأنهم يعني يستنجدوا فيك أن هم محتاجين خدمة صحية. للأسف لا نستطيع، يعني هناك كثير من الجثث موجودة في خارج صحة كمال عدوان، والاستقبال والطوارئ مفترش في كثير من الحالات، المذكورة أيديهم والمذكورة أرجلهم. هناك مناظر بشعة، أغلب الأطفال اللي وصلوا إلينا اليوم شبه محروقين بالكامل، يعني حتى ذويهم لا يستطيعون التعرف عليهم من شدة من التشوهات اللي موجودة اللي احتفتها هذه النيران في أجساد هؤلاء الأطفال. شو ذنب الناس؟
ما هو المطلوب منا؟ يعني ثالث مستشفى كما عدمان سيحل هذه المشكلة؟ إحنا بنقدم خدمة إنسانية بحتة، ليس لها علاقة بأي سياسة ولا ليس لها علاقة بأي جنس، بغض النظر أيا كان إنسان، نقدم خدمة إنسانية بحتة. عندي 7 أطفال خدج موجودين الآن، وللأسف الشديد لحتى الآن في عندي كمان بعض الحالات اللي وصلت لقسم العناية الأطفال بدون أهل. عندما سألت ما هو اسم الطفل هذا، أهل استشهدوا، يسجل اسم مجهول، كلمة مجهول أصبح تصلح كل بيت في كل مكان في كل شيء. كلمة مجهول يعني طفل بدون أب بدون أم بدون أم بدون قريب بدون أي حد. هذه الأوضاع مأساوية وكارثية الآن في مستشفى كمال عدوان. لكن دكتور نعم نعم مولد الكهرباء الوقود الذي يحتاجه كم، يعني متى سينفذ، كم سيصمد إن صح التعبير؟ أخي العزيز، الآن الوقود ممكن يصمد لمدة ساعة واحدة، لكن إحنا نعمل يعني صراحة في بعض الأحيان، يعني إن الآن بنجهز أغراضنا المطلوبة للحفاظ على أرواح الأطفال، أن نعمل بشكل يدوي. ما هو المطلوب حتى يعني نحاول نصبر يعني حياة هؤلاء الأطفال؟ من كم يوم فقط 4 أطفال كانوا مشبوكين على أجهزة التنفس الصناعي لتوقف المحطة الأكسجين المغذي لهذا المكان بشكل مفاجئ. نعم. ولا نستطيع أن نلحق أن يعني نحاول إنقاذهم، لكن للأسف ما بدنا نقدم شيء لهم، لقلة الكادر، للتهديد الموجود عندنا. أغلب الكوادر الطبية للأسف اللي حتى خرجت لجنوب قطاع غزة الآن للأسف الشديد هم يعني الموت يلاحقهم والاستهدافات تطلعهم. إحنا نعمل بأعداد قليلة جدا من الكوادر الطبية بقلة في الإمكانيات الطبية. يعني أنا يعني للأسف الشديد لا أعلم لا وين نروح، لمين نتحدث، مع من نتحدث. وضحت الفكرة. نعم وضحت الفكرة. يعني أنا نتمنى لكم السلامة هناك دكتور. على كل هذه المعلومات أشكرك جزيل الشكر، والشكر أيضا لزميلنا الصحفي عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة.